الطبية قناة شفتي بي. أهلا وسهلا بكم، مرحبا بكم في هذا البث المباشر من مدينة الدار البيضاء. كيف ما كتشاهدوا معنا مشاهدينا، احنا من أمام الثانوية التأهيلية عبد الخالق طريس، بعد ما دوزوا تلاميذ البكالوريا شعبة الآداب مادة الاجتماعيات. على حسب الأقوال وعلى حسب هنايا التلاميذ كيقول لك بأنه الحمد لله داز ساهل، فكنتمناو لهم إن شاء الله التوفيق وكنتمناو لهم النجاح ويفرحوا والديهم ويفرحوا حتى هما يا ربي. وما نبغيوش كذلك التعب ديالهم أنه يمشي سودا هكاك يعني بلا نجاح، فكنتمنى لهم إن شاء الله التوفيق يا ربي. مازال مواصلين معكم مشاهدينا ومتابعي قناة شوف تي في هذا البث المباشر من مدينة الدار البيضاء. من الثانوية التأهيلية عبد الخالق طريس، كيف ما قلت تلاميذ البكالوريا شعبة الآداب كيدرسوا في هذا الأثناء مادة الاجتماعيات، سالوا منها وخرجوا الحمد لله. الأصداء هنا كتقول بأن مادة الاجتماعيات كانت شوية سهلة، فكنتمنى لهم إن شاء الله التوفيق، الله يفرحهم ويفرح والديهم، لأنه ما كاينش أكثر من الخلعة ديال الباك، وأكيد كلشي مجربها وحس بها، لأن الخلعة ديال الباك صعيبة كيكون فيها الخوف، لأن هي اللي كتحدد المصير ديال الدراسة ديالك أو كتحدد المصير الدراسي ديالك. مشاهدينا ومتابعي قناة شوف تي في، كنا معكم مباشرة من مدينة الدار البيضاء، مباشر من مدينة الدار البيضاء بالثانوية التأهيلية عبد الخالق طريس كيف ما قلت، اللي كيدوزو فيها تلاميذ البكالوريا شعبة الآداب، لأن شعبة الآداب ما كاينة في جميع المدارس، كاينة مراكز الامتحان ديالهم شوية قلال، فكنا مباشرة من هنايا كنقول لكم الأجواء. وكيف ما قلت الحمد لله التلاميذ قالوا بأن مادة الاجتماعيات سهلة، اللهم لك الحمد، فكنتمنوا لهم إن شاء الله التوفيق والنجاح يا ربي، ويفرحهم ويفرح والديهم. وصلنا إلى نهاية البث المباشر، إن شاء الله نلتقي معكم في بث مباشر آخر، إلى اللقاء.